لو التنميه هما تيقولوا بان حزب الله اش كان كيدير السلاح ولا ما عرف شنو. كاين واحد الفيديو هنا نتمنى نلقاه ديال حزب الله اش كيقولوا العداله والتنميه. خبراء عسكريين من حزب الله قاموا بزياره المخيمات وبانخراط في عمليات من اجل تدريب عناصر البوليزاريو على حرب العصابات، حرب الشوارع، تكوين عناصر الكوموندو في هذا المجال. من الدليل الاول وهذا الشيء احنا بالنسبه الينا عندنا مضبوط. زيارات لخبراء وعسكريين من حزب الله الى تندوف بغيه القيام بتدريب تهم حرب عصابات وشوارع، المساله الاولى. الدليل الثاني يتعلق بما حصل مؤخرا من تسليم شحنة أسلحة، ثم ثالثا تورط شخص يحمل جواز سفر إيراني في السفارة الإيرانية بالجزائر في تقديم تسهيلات لوجستيكية للقيام بهذه الزيارات. شخص حامل جواز سفر دبلوماسي إيراني ويعمل في السفارة الإيرانية بالجزائر. هذه خص فيها صراحة توضيح من حزب العدالة والتنمية، لان حسن نصر الله في احدى التصريحات ديالو كيرد عليهم شوف كيقول الاقليمي انه والله هاي الدول ما بتعمل علاقه معانا وهي بتقطع العلاقه معانا وهي بتلاقي الف حجه كاذبه مثل اللي عملوه المغرب قبل كم اسبوع ما له اي اساس من الصحه على الاطلاق. وقالوا انه هم قال اجوا عند على ايران وزير الخارجيه المغربي وقدم ملفا لوزير الخارجيه الايراني حول تورط حزب الله مع جبهة البوليساريو. طيب وأنا أوصل لي الأخ وزير الخارجية بأنه هو وعد بأنه بده يراجع فبعت لي قلت طيب وين الملف؟ ما في ملف. أسقوصة ورقة معطاه هذا وزير الخارجية المغربي اللي قدمنا الأدلة والمستندات ما قبل يعطيه ورقة حتى حمل الورقة هيك صار يقالوا أسماء فلان 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 قال له طيب أعطيهم الورقة قال له لا أنقلهم لكن يعطيه حتى الورقة. طيب وين الدليل؟ وين البرهان؟ عندك فيلم، عندك تنصت، عندك تسجيل، عندك شهود، مين هم شهودك؟ ما في شيء اصلا. على الاطلاق في فلان وفلان 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 من حزب الله اللي بالمناسبه في ناس اصلا ما لهم علاقه بالعمل الامني والعسكري وفي اخوان كل واحد بيشتغل في مكان بعيد عن المكان الاخر. مبين المخابرات الاسرائيليه هي اللي مزوده المغاربه بهاي الاسماء وما في اصلا اي رابط حتى بين هؤلاء الاخوان بس انه حزب الله يدعم باليساريو قطعنا العلاقه مع ايران. طيب نحن قلنا نحن اصلا لا في علاقه مع البوليساريو حتى علاقه سياسيه انا ما عم باخذ موقف. احنا بهذا الموضوع ما دارسين هذا الموضوع ولا ماخذين موقف لا سلبي ولا ايجابي بس عن جد علاقه ما في حتى علاقه سياسيه ما في اي تواصل ما في شوي بيطلع لك بتهمه انه انت البوليساريو جاي على لبنان ونحن رايحين على المدينه تبعهم اللي انا مش حافظ اسمها يعني اول مره كنت بسمع باسمها وانه نحن قدمنا الدعم والتدريب وعسكرات تدريب وسلاح والى اخره. على كل هذا ايضا لم يجدي نفعا يعني هذا ما بيقدم باخر بعزم تصميم مقاومه. قبل الألفين لما انتصرت المقاومه وعملت هذا الانجاز اللي عم نحتفل اليوم بذكرى 18 ما كان عندها علاقات اقليميه، كان ايران وسوريا والسلام. احيانا يعني في شويه صداقه مع السفاره الجزائريه، مع السفاره السودانيه، مع دوله هون دوله هونيك، زي علاقات اقليميه ما كان في. بالعكس كانوا كتار ما يجرؤوا اصلا يفتحوا معنا علاقه او خط لانه من 92 نحن موضوعين على لائحه الارهاب. اذا هذا الاسلوب كله اللي اسمه الحصار السياسي، الدبلوماسي، المالي، الترهيب أنا أقول لأعدائنا ماذا لم يقدم ولم يؤخر المقاومة التي صنعت الانتصار عام 2000. إذا نصر الله كين في علاقته بالبوليزاريو وحنا منطق ما عندك ما تدير ما يمكن لك إلا تتبنى الرواية الرسمية المغربية يمكن لك إلا تثق بالحكومة المغربية في شخص يعني الناطق الرسمي سي مصطفى الخلفي. أنا عندي سؤال آخر للشيخ النهاري والفيزازي. دابا الفيزازي دار واحد الفيديو خبيت كيقول لك نصر الله وتيقول نصر الله. هل يجوز للمسلم ان يحرف اسم المسلم والاسم عنده واحد المكانه؟ وكاين حديث نبوي
حق الولد على الولد الثلاث أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتاب وأن يزوج. كاينو تاني في الإسلام ولا تنابزوا بالألقاب والخلق وإنك على الخلق الله كيهضر مع الله إنك على خلق عظيم. كيفاش البلاد وتحرف؟ دابا السؤال الفزازي، دابا البارح أنت كفرتي ماشي النصارى واليهود والكور، قلتي بفمك قلتي كنتي كتكفر حتى خوتك وسط المغرب، قلتي بقيتو تكفروا حتى ما خليتو حتى واحد، دخلتي للحبس. يمكن مراجعة، يمكن. دابا شنو هي الضمانة غدا ما تكفرش؟ وكيفاش الإنسان تيكون عاقل؟ واش التكفير كيجي نتاج ديال المعرفة ونضج فكري وديني؟ عفوا، ولا تحت القهر ديال، واش تقية ولا إيمان حقيقي؟ دابا سؤال للنهاري والفيزازي والسير خالدي، سؤال. دابا هاد نتنياهو اللي بين الصحراء ديال المغرب مقطعة جوج المرات، علاش ما درتوش هاد رد الفعل؟ أنا قلت لكم علاش ما فرحتوش منين مات محمد عبد العزيز المراكشي بوليزاريو؟ علاش ما انتفقتوش على نتنياهو؟ أنا ما شفتش هاد الخالدي محيي على الراية قاسم المغرب نتنياهو، ما عرفتش. شفت هاد الخالدي ما شفتوش محيح؟ عرفتي فوكاش شفت الخالدي محيح؟ الخالدي شفته محيح غير على محي على واش بعدا الخالدي حي على 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 دوك التصاور ديال الفنيدق، ما شنو قال عليهم؟ قال لك هذوك التصاور ديال الفنيدق مالهم في بركه. ولد دعونا نتفق ان صغار الشباب وصغار العاقلين منذ اول وهله يرى هذه الصوره يعرف انها في بركه. بتحليل بسيط جدا، سيارات ديال القوات المساعده راه كتشوفوها مضويه وبيضاء وتتشعل، والدراري جالسين في الليل مدومين، كيفاش هادو مدومين وهادو ضاويين؟ اذا كان ضو واحد غايش منهم كاملين. مالك دغيا مو في بركه ماشي في بركه؟ وعلاش ما الحاجه تقول مبركه؟ وعلاش خرجتي في هذه اللحظه؟ وشحال هذه القضيه ما كتخرجش فيهم؟ علاش خرجتي مو في بركه كيما خرجتي دابا الحسن نصر الله؟ علاش مو في بركه؟ ماشي مو في بركه، لا مو في بركه، لا غير مو في بركه، والسلطه كتقول ماشي مو في بركه، هو تيقول مو في بركه. هو دابا هذا اللي هضر على حسن نصر الله، هضر على الدين، على الثقه به. فين هو التاني؟ فين هو فين الرزانه؟ فين هي؟ ها هو دابا موقف كيما التطبيع. شفت موقفه من التطبيع؟ التطبيع يقول لك العلماء تكلموا فيه من زمان، وعقدت مؤتمرات وعقدت يعني مجالس واجتماعات، وانتهى الموضوع ان التطبيع خيانه. طيب هل الحكم في مساله التطبيع كمساله هل ينطبق على الذي قامت به السياسه المغربيه في هذه الخطوه؟ لا، الامر ليس منفصلا، هناك تطبيع وهناك قضيه تراب وطني وهناك قضيه نزاع بين طرف المسلم، يعني القضية فيها ثلاث. عاودتي سير الله يجازيك بخير سير. شنو قال شنو قال عاودتاني؟ وهو يقول لا يجمعنا بين أهل السنة لا دين ولا نبي ولا كتاب. صلى الله عليه وسلم قال لك ما كيجمعنا بين السنة لا دين لا كتاب لا سنة، لا ما كيجمعنا بهم حتى شي حاجة أخوتي.